أهلا بكم إلى جولة جديدة من الآن، معكم إنجي طاهر. ونبدأ من الولايات المتحدة، حيث ذكرت الشرطة الأمريكية أن شخصا قتل وجرح 8 آخرين، وذلك جراء إطلاق نار في وسط مدينة سياتل. وأفادت شرطة سياتل بأن المشتبه به فر من موقع إطلاق النار، بينما يقوم المسعفون بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. ينضم إلي هاتفيا من واشنطن السيد أمير نبيل، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط. سيد أمير، أرحب بك إلى هذه الجولة. يعني هذه كانت آخر الإحصاءات، هل من جديد في هذه القضية؟ أهلا بحضرتك سادة المشاهدين. هو الحقيقة يعني هي حادث يأتي في إطار حوادث إطلاق النار العشوائي التي تحدث من وقت إلى آخر في الولايات المتحدة، بسبب طبعا ارتباطها بانتشار حياد الأسلحة وبشكل قانوني للكثير من المواطنين الأمريكيين وانتماء يعني منظمات متطرفة أو أفكار متطرفة بشكل أو بآخر، يقوم بإطلاق النار العشوائي في الشوارع أو في بعض الأماكن التجارية للفت الأنظار وحتى الاستمتاع أحيانا بممارسة استخدام السلاح. هذه ظاهرة بدأت تنتشر في الولايات المتحدة، حتى المستشفيات والمدارس لم تسلم. سيد أمير، طيب ما مصير السكند أمندمنت، التعديل الثاني من الدستور في هذا السياق، يعني خاصة مع تصاعد الأصوات الرافضة؟ هو طبعا ما يخص الدستور الأمريكي هو يركز على الحريات المدنية للأمريكيين، وبالأخص مسألة حيازة الأسلحة. حق كل أمريكي حيازة سلاح ناري شخصي، والكلام حاليا على ان يكون هذا هو سلاحا واحدا لا اكثر، وان يكون وفقا لبعض القيود. هذا ما دفع بعض ولايات فيرجينيا يوم الاثنين الماضي للمشاركه في المسيره للدفاع عن حقوق الامريكيين، عفوا الدفاع عن حقوق الامريكيين في حياده الاسلحه الشخصيه الناريه، دفاعا عن انفسهم نظرا لكثره هذه الهجمات، لانهم يعتبرون ان هذا حق مشروع لهم لحمايه ذويهم وحمايه ممتلكاتهم في وقت زادت فيه هذه الهجمات بصوره ملموسه. طيب اذا هذه دائره مفرغه سيد امير، يعني ما السبيل الى الخروج من هذه الدائره؟ هو بطبيعه الحال الرئيس الامريكي دونالد ترامب من انصار استمرار حق الأمريكيين، وهو حق دستوري كما ذكرت، رغم أن البعض يعارضه ذلك ويرون أن من الضروري فرض بعض القيود على استخدام الأسلحة النارية بعد سقوط الكثير من الضحايا بسبب حوادث إطلاق النار العشوائي. السعي حاليا إلى وضع ضوابط تتعلق بالتزامات الشرطة وحماية الأفراد في الشوارع وهكذا، وتوعية الجماهير، وأيضا السماح للآخرين بحماية أنفسهم بشكل أو بآخر. هي دائرة مفرغة كما تفضلت حضرتك، ولكن نظرا لاتساع رقعة المسألة واتساع يعني مساحة الحرية لدى الأمريكيين، فأظن أن المسألة ستظل على ما هي. إذا أشكرك شكرا جزيلا ضيفي السيد أمير نبيل، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كنت معنا من واشنطن.